والله أجواء مرة روعة خرافية. شوف شوف خلونا نبعد شوية عن الأخبار وعن فيروس كورونا COVID-19. نبتعد شوية. مثل ما تشوفون أصدقائي حالياً إحنا في وسط أوزنغول، والجامع أوزنغول اللي تشوفونه دائماً في الصور هو خلفي، فرح نأخذكم جولة ممتعة. يلا. طبعاً تحدوني نلعب هاي اللعبة. أنا ومنو؟ أيمن راح يضرب لنا. أسأل شيء. الله هذا زي ماني علي قام هي موت والله كل ما تضرب اكثر ما تطلع رابع انا الملك طب دب دب ضربت هيك هذا بوكي هسه انا اذا اضربك من جهه البوكي هيك لو هيك نفس الشيء لا ما ضرب خلاص هسه منو راح 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 اضرب هيك عادي موت هذا البوكس عن هي بوكس بوكسر اسمه مو اول مره اشوف بوكس هيك المهم اصدقائي احنا في أوزنغول حاليا أوزنغول من هذاك الايام يقول لي والله انا هزمت حسني طبعا اصدقائي أوزنغول من احلى الاماكن في الشمال التركي جنة الله في الارض طبعا حسن دفعناه حتى يشتري من هاي المعطي كل هاي جاي سنابي شي شي شنة كراميل في ليمون ها براز يرار مسنونا تعالي من احد يضحك علي كيريو تعتبر قرية أوزنغول من أجمل القرى المتواجدة في الشمال التركي وبالأخص في ولاية طرابزن ما نعرف وين رايحين خلني نسأل حسنو حسنو وين رايحين وين ماخذنا ان شاء الله هيك مكان اوديك فيه مكان للشوي جنب الشلال زي كذا النهر تطرب عليه خلاص
تطرب عليها. تطرب عليها فعلا. خلاص يعني ما اكون ان شاء الله راح يكون مكان شوينا عند حسنو. حسنو راح يفاجئنا بالمكان. فاحنا البرنامج مالتنا رايحين هسه واخذنا الدجاج واخذنا المشاوي مالتنا رايحين نشوف هذا المكان يم شلال مثل ما قال لنا يا حسنو ان شاء الله يطلع عند حسن ظنه ان شاء الله. بعد جولتنا المتعبه بقريه اوزنجول صار وقت الغداء وحتى عبرنا قررنا نروح للمطعم، لكن بعدين اختلفت الاراء فقررنا ناخذ المشاوي احنا ونروح نشوي بمكان بعيد وهادئ وحلو. فحسنو كان واعدنا بمكان حلو، بصراحة ما كنا نعرف بان المكان راح يكون بهذا الجمال بصف النهار والخضار والقعدة اللي هناك تسوى كل شيء. بعد ما شوينا وتغدينا بهذا المكان قررنا نرجع ونبات بأوزنجول ونشوف أوزنجول في الصباح وبالليل شلون. أكيد الكل أو أغلبكم شايف هاي الصورة بس ما يعرف وين مكانها بالضبط. هذه مكانها هي هنا بأوزنجول. إن شاء الله راح أشوفكم الصبح من نقعد ومن نفطر راح اشوفكم المكان بالتحديد ونحاول ناخذ لنا كم صورة من نفس المكان. اصدقائي بعد ما وصلنا للشقة وتروشنا فهسه اجى الدور انه نروح نشوفكم أوزنجول بالليل هي واضواءها. اصدقائي مثل ما تشوفون أوزنجول حاليا احنا في وسط أوزنجول بالليل، بس للاسف الاضاءة مو مثل ديش الاضاءة اللي كنت منتظرها. أصدقائي الغريب والعجيب هذه البحيرة أنه هي متكونة بسبب الأمطار والينابيع اللي تخرج من الأرض والشلالات، وسبحان الله فيها حتى سمك. شوف العالم قاعد الصيد قاعد يصيدون ذلك سيوتي. حبيبي مو هذا يعني معناته وادي يعني وادي أجمل وادي صح؟ أكيد وادي ممكن أكيد أكيد يعتبر وادي يعني ترى أكيد هو يعتبر يعني. وادي بس السمك منين جاء؟ هذا يحس عند رب العالمين يعني في النهاية عن طريق الأمطار وعن طريق مدري ايش كيف عن طريق يسن. الأمطار والشلالات والينابيع اللي تخرج من الأرض. طيب بس كيف يجي طبعا اصدقائي مثل ما انتم شايفين الشمس كانت طالعة، لكن فجأة المكان انغلق تماما بالغيوم مثل ما انتم شايفين بالفيديو. ترابزون مشهورة بهاي الاكلة اسمها كويماك. إذا شفتوني فعلا أستحق الدعم، يا ريت تدعموني باللي تقدرون عليه بمشاركاتكم تعليقاتكم إعجاباتكم، كل هذا شيء حافز بالنسبة لي يخليني أستمر. لكن إذا شفتني فعلا ما أستحق الدعم لا تدعمني ولا تشارك أي فيديو ولا تعلق ولا تسوي أي لايك.